عفوا، كان في مريض هون اسمه صافي المزمن بغرفته. ما عملت اجراءات نقله لمركز المعالجه الفيزيائيه؟ كيف يعني؟ بكره كان بده يطلع من هون، ليش ما خبرتوني؟ انا ما بعرف بنوب، احكي مع الدكتور. كيف ما بتعرفي يا انسه مين اخذه وراح لابي؟ عن جد ما عندي اي معلومات. اذا هيك معلش اخذ عنوان المركز يلي اخذوه عليه. طبعا. شوفي هون مكتوب انه حضرتك موافقه على هالموضوع. لا انا ما عندي خبر. على كل انا بتشكرك. العفو. الو، الك عندي مفاجاه، احذري شو هي. معناتها انت قبل شوي كنت بالمشفى؟ يا ريت خبرتني قبل ما تنقل ابي. شو؟ بس مو انا يلي نقلته لابوكي. كيف يعني؟ مين لك كان نقله؟ مو انا. معناتها شي معجب تاني لإلك. على كل إن المهم صحته لابوكي تكون منيحه. انا مضطر سكر، عندي شغل. يلا بعدين بشوفك، ماشي؟ شو مبسوطة؟ في حدا سبقنا على القصة ومشي الحال. الحمد لله على سلامتك مره تانية. بابا حبيبي يا روحي. أهلين. شكرا. تعي لعندي، كثير اشتقت لك. انا منيح يا بنتي، منيح. بدك تصير احسن، انا بعرف. حنطلع من هون ونحن عم نركض سوا. ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. هلا القعده هون مو كثير غاليه، المصاري كيف دفعتيهم؟ ولا يهمك بابا، انت لا تفكر بهالشغلات، بس اهتم بصحتك واوعك تهمل حالك، مفهوم؟ معقول اهمل حالي لما بتكون بنتي اجمل وحده بالعالم عم تشتغل كل هالقد كرمالي؟ انا معقوله ما اهتم بحالي؟ هذا هو الحكي اللي بدي اسمعه منك. ايه بابا، بدي اسالك عن شغله. وقت نقلوك على المركز اجى حدا ما بتعرفه زارك؟ لا يا بنتي، انت الوحيده اللي زرتيني، وهذا اهم شيء عندي بالدنيا. الله لا يحرمني منك. بيعرفني. أهلا وسهلا صحتين. على قلبك. شكرا. يعني هيك قرروا آخر شيء؟ والله ما بعرف. الو، انت كيف بتساوي هيك شيء وكمان بدون ما تسالني؟ لانه اذا سالتك ما رح تقبلي. طبعا ما رح اقبل. ملك اسمعي، انا السبب بكل اللي صار معكم، ولهيك اسمحي لي يعني وقف جنبك وساعدك بهالمصيبه. في شغلات كثيره ما بتقدر تعوضها لا بالمصاري ولا بالمعالجه. يظهر انه رح تعيشيني طول عمري وانا حاسس بالذنب. ما بدي اكون مديونه لإلك. انت مانك مديونه لإلي ملك. بلا مديونه جود. انت بسببي تعذبتي كثير،
ولازم تعطيني فرصة لحتى أوقف جنبك وساعدك. إذا عن جد مصر وبدك تساعدني، ساعدني حتى أنساك. رح رجع لك المصاري، وتاني مرة لا تعمل هيك شي. لك بنت تتركيني؟ صحيح رجلي ما عم أقدر حركهم، بس إيدي بقدر حركهم. بعرف، بس حابة طعمك بإيدي، وين المشكلة؟ شايف كيف؟ بالأول الأهل بطعموا أولادهم، وبعدين الأولاد بطعموا أهلهم. أي لكن طبعا، بس أنا بدي إلك على سر، بالمطعم عنا بعمل أكلات أطيب من هدول بكتير. آخ يا بنتي، لو بعرف بدل ما تكوني عم تعزفي بلندن عم تطبخي بمطعم، ما كنت بعدتك لإسطنبول أبدا. لا تحكي هيك بابا، أنت لما طلعت من البيت كنت بتعرف رح توصل لهم. ما حدا فينا بيعرف شو مخبيت له الحياة. هو صحيح هالشي، بس أنا كتير مقهور عليك يا بنتي. أنت لا تقلق علي أبدا، عمو رشاد وعلي كتير عم يهتموا فيني. صحيح، بدي أسألك، هالجماعة مناح بنتي؟ بصراحة هنن كتير مناح، عمي رشاد حكيه قليل بس عنده قلب ما في أطيب منه. وعلي كمان ما في أطيب من قلبه، بس علي لسانه بيلسع لسع مثل النحلة. بس أنا ما شفته مثل ما عم تقولي، مبين عليه حباب كتير. أنت لا تشوفه هيك بابا، هو بيعمل حاله قدامك حباب. أنت لازم تشوفه بالمطعم، لا لسانه بيوقف ولا إيديه، يعني واحد مجنون. بس هالناس كتير طيبين. لساتك عم تشوفي لهداك بنتي؟ لا.